Jawara FM.net. Nous sommes là où vous êtes. Hichem Ghirfali, marketeur avant tout et sondeur. Donc, مختص في مجال التسويق وفي استطلاع الرأي اللي هي طرف من مهنة الماركتينج ولو أنها تجب توصل لحاجات أخرين. اليوم باش نحكي على تطور ميدان التسويق في العالم، الوضعية متاعو شوية في تونس زادة كيفاش الوضعية متاعو وطرق اللي ممكن معتها شوية ملاحظات وممكن حتى أفكار كيفاش في تونس نحاولوا نلحقوا بالركب متاع البلدان اللي التسويق معتها الماركتينج نخدم بها على قاعدة، لأن عنا نقائص كبيرة في الميدان هذا للأسف. ومش أنا نقول، وهذا هو حتى الاناليز اللي عملتها لونيون أوروبيان وقت ما عملت اتفاق الشراكة مع تونس في سنة 95، ظهرت أن تونس أضعف حاجة فيها هي التسويق، يعني هي الماركتينج، ومازال فما شوية خطوات يلزمها تعمل في استطلاعات الرأي اللي هي تعطي المعلومات اللي يستعملها المسؤول على التسويق وبعده حتى المسؤول على شركة كل، وفي الطرق اللي يتم تعامل وصياغة استراتيجيات وعمليات أوبراسيونيل وتكتيكية. جوهرة FM.net. Nous sommes là où vous êtes.